هنا في حي الطين التابع لقضاء سامراء منازل بنيت بأياد كادحة اعتاد أهلها منذ سنوات على قضاء يومهم بالآلام والمعاناة. ينهال عليهم المطر شتاء مهدما الطين الذي يكون مكانا يضمهم، والصيف عندهم لهيب يحرق وجوههم اليابسة. ساكنو الحي طالبون من الحكومة بتوفير بديل لهم في حال تجريف منازلهم التي بنيت بالتجاوز. تدري بالشتاء والله يلعب بينا لعب، الماسحات بدينا، السقوف كلها ذب علينا ماي، يجينا الصيف يلهم سموم، يعني بقى شنو وهي عيشتنا عيشة مايش. فسكنت هنا على المود، يعني حالتي تعبانة، وإذا يريد يطلعونا يطلعونا يبنان، ينطونا تعويض، ينطونا شي نطلع بها، ما نطلع ندوح احنا ونساوينا وبناويتنا بالشوارع. منطقة كلها الحالة يرثى لها، اكو ناس يعني معدومين خلاص وقاعدين ببيوت مالطين، يعني وتخر عليهم بالشتاء، يخر عليهم بالشتاء المطر وحايرين، والناس ويومية قوات تجي تشيلهم وناس تطلعهم من مكانهم، زين هذول المساكين وين يروحون اذا يشيلهم؟ غير اكو مكان بديل لهم لا يشيلون منا، لو هي هاي هي بس هاي اطلع والله وروح تعال يومية طاسينا. رغم الظروف المعيشية الحرجة لساكني هذه البيوت، إلا أن دائرة آثار سامراء أكدت على إزالة هذه التجاوزات، مبينة إنها آثار غير مكتشفة وأن دائرتهم غير معنية بتوفير البديل. هذا الموقع هو غير منقب وغير مستكشف حاليا. حصل تجاوز من قبل الأهالي بالسكن على هذا الموقع. إحنا طبعا دورنا كدائرة آثار قمنا بإعداد كشف موقعي على الحادث، وتبين أن هناك تجاوز بشكل كبير من قبل هذه الأهالي. قمنا برفع هذا التجاوز إلى شرطة حماية شرطة آثار سامراء ودورها إلى محكمة سامراء، وتم إصدار أوامر إلقاء قبض على المتجاوزين. البدائل هذا مو شغلنا بصراحة، هناك دوائر مختصة بهذا الموضوع ممكن أنه يشوفون أماكن بديلة، لكنه إحنا دورنا هو كموقع أثري ويجب الحفاظ عليه. ويبقى المواطن الفقير بين مطرقة الفقر وسندان الحكومات المتعاقبة التي عجزت عن توفير أبسط حق من حقوق المواطنة ألا وهو السكن. لقناة سامراء مصطفى عبد الحميد، سامراء.